القادة الإبداع. احتفل مركز إعداد القادة بتكريم الأديب العالمي الدكتور علاء الأصواني لإثرائه الحياة الوطنية والثقافية بمصر والعالم. مصر بمثقفيها، ومنهم نجمنا الذي نلتف حوله الليلة، المبدع المثقف الثائر الدكتور علاء الأصواني. اسمح لنا بأن نكرم أنفسنا بإهدائك درع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال. حضر التكريم عدد من الشخصيات السياسية والفنية الذين علقوا على علاقتهم الطيبة بالدكتور علاء الأصواني. لم نشهده إبداعا مجسدا حقيقيا مثلما نشهده في إبداعات الشاب زعيم الشباب الثائر علاء الأصواني. دكتور علاء الأصواني روائي عظيم وصل إلى العالمية، هذا بالإضافة أنه كاتب سياسي رفيع من الدرجة الأولى، وطني مستقيم. استقامته تعكسها طريقة كتابته الواضحة الجريئة الغايرة متلكئة. أنا بعتبر أن الدكتور علاء نموذج مشرف للشخصية الوطنية المصرية الجامعة اللي تحمل هموم هذا الوطن بشكل متجرد وبشكل موضوعي، وفي ذات الوقت الشكل الموضوعي ده لا يمنعه أبدا من أنه هو ياخد دايما مواقف شديدة الجرأة شديدة الثورية، يتمسك بوجهة النظر ما دام مؤمن بيها بيتمسك بيها ويدافع عنها، وثباته على موقفه وتحليلاته اللي انا بالنسبه لي غيرت بعض وجهات نظري. انا شايف ان الدكتور علاء يعني مصر عظيمه بابنائها، وهو من اعظم ما انجبت مصر. واحد من القليلين الذين وصلوا بالروايه المصريه الى القارئ الذي هجر القراءه، كما وصل بها الى العالميه، وان هو الا تكريم لمصر بانها ولاده ولن تقفر ابدا ما دام فيها مثل ذلك المبدع. ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. هو عضو بارز في نادي الكتاب الكبار من شيكاغو عمارة يعقوبيان إلى نادي السيارات، والمثقف والكاتب الكبير الذي أعاد الاعتبار للرواية المصرية في عصر تكنولوجيا الاتصال. مرة أخرى عاد إلى الحياة الأدبية في مصر ظاهرة الكاتب النجم، والمكانة التي تربى عليها طويلا الأديب الكبير والراحل العظيم نجيب محفوظ، الأستاذ يوسف إدريس والأستاذ إحسان عبد القدوس، الكاتب والروائي الكبير الدكتور علاء الأصواني. هو ضيفنا النهارده في 90 دقيقة ولقاء خاص، هنحاول من خلاله نعرف الإجابة على السؤال الكبير اللي فجرته روايته الأخيرة نادي السيارات: متى ستدخل مصر النادي الدول الكبار، الدول صاحبة الثورات العظيمة والإسهامات الكبيرة في ركب الحضارة الإنسانية؟ أهلا دكتور وحشتينا ومبروك. أستاذ عمرو، فرصة سعيدة جدا، وأشكر حضرتك على المقدمة، متشكر جدا. دايما تستحق كل تقدير. خليني أسألك أولا، يعني شعورك إيه بالتكريم اللي حصل في مركز إعداد القادة، وبيمثلك إيه التكريم ده؟ جايزة حقيقية، أنا خدت الحمد لله 17 جايزة دولية، يعني كثير من هذه الجوائز جوائز رفيعة جدا على مستوى العالم، ولكن وما خدتش يعني جايزة من الحكومة المصرية، اعتذرت عن عدم قبول جايزة أيام فاروق حسني، ولكن كانوا رشحوني يعني وأنا اعتذرت. ولكن الجايزة الحقية هي التقدير، يعني هو أنك تجد كل هذه القامات اللي جت يوم الخميس عايزة تعبر عن تقدير وعن محبة. طبعا انا اعتقد ان دي اكبر جايزه ممكن ياخدها اي كاتب. انا جيت شوميه كان عندي تصوير للناس يعني اقدر استاذ عمرو، انا عارف تقديرك ليا وفخور بيه جدا يعني. ربنا يخليك. خليني اسالك عن نادي السيارات، هذه الروايه الجميله ليه اخترت تكتبها عن احداث تقع في زمن الاربعينات؟ هو اصل كتابه الروايه بيبقى في جزء منها تخطيط، بس في جزء منها اكتر احساس ووجدان. يعني انت يعني علاقتك بالروايه هي علاقتك بقصه حب، واخد بالك؟ فانت ممكن حضرتك تبقى عندك مواصفات لفتاة احلامك مثلا، ولكن تقابل واحدة ما هي المواصفات مش منطبقة قوي بس تحبها، في جزء ما هوش مقرر، ما هوش عقلاني، لدرجة انه في كاتبة كبيرة، واحدة من اهم الكتاب العالمين اللي هي إيزابيل إياندي، قالت انه نحن لا نتخيل الروايات ولكننا نكتشفها.
يعني بمعنى ان كل روائي عنده روايات داخله وبيحاول يدور ويبحث عنها علشان يخرجها، بمعنى ان الرواية عالم داخل الروائي. وبالتالي انا فكرة نادي السيارات، انا ليه علاقة بنادي السيارات منذ ان كنت طفلا، لان والدي رحمه الله الكاتب المعروف الاستاذ عباس الاسواني كان مستشارا قانونيا لنادي السيارات. وبالتالي كنت وانا صغير بتردد على نادي السيارات. وبعدين فجأة لقيت انه قصة اختراع السيارة ووصولها الى مصر قصة جميلة جدا، يعني مصر دخلت فيها السيارة بعد سنتين من اول رحلة بالسيارة على الاطلاق، اول رحلة بالسيارة عملتها زوجة مخترع السيارات اللي هي بيرتا بنز 1888، و1890 المصريين شافوا الاول مرة اول سيارة. وبعدين الموضوع زاد، بقت فيه بيزنس في بيع السيارات، واصبح لابد من عمل نادي السيارات اللي هو كان بيقوم في الوقت ده بمهام ادارة المرور. يعني ما كانش في ادارة مرور، كان نادي السيارات اللي بيدي الرخص وبيدي اللوح المعدنية لوحات المعدنية، وهو اللي بيعمل الطرق وهو اللي بيعمل اشارات الطرق وكل شيء. فلقيت نفسي اذا عالم مغري جدا لاي روائي، وهو انه بقى فيه مجتمع الخدم في نادي السيارات ومعظمهم او كلهم من جنوب مصر، سواء كانوا صعايده زي حالاتي او نوبيين، لان في نفس المنطقه كان بيجيبوهم الاصول الملكيه، ومجموعه من الساده الاجانب في معظمهم او المنحدرين من الاصول التركيه. فعجبني قوي فكره تخيل كيف تكون هذه العلاقه بين المجتمعين دول اللي هم موجودين في نفس المكان، كل مجتمع بيشوف التاني ازاي، واخد بال حضرتك، عن طريق بقى رحله اسره اللي هي عبد العزيز همام اللي هو الرجل الذي اضطر طبعا افلس واضطر ان هو يعمل في سن متقدمه عشان يعول اولاده. فدي الحقيقه ان ده الباعث على كتابه هذه الروايه. استغرقت مني من 2008 خلصتها من 3 اشهر، ولكن طبعا انقطعت العام بتاع الثوره اللي هو 2011. اكتشفت وانا بخلص الروايه ان هذه الروايه تطرح اسئله هي يعني هي ذاتها الاسئله المطروحه الان بعد الثوره في الشارع المصري. طيب انا قريت الروايه واستمتعت جدا بيها، ولكن لقيت فيها معاني جميله جدا، كرامه والعدل والحريه، دي معاني ورسائل كبيره في الروايه. هل انت حاسس ان هذه المعاني مفتقده هذه الايام في حياتنا؟ لا، هي احنا في مرحله تشوش رؤيه، لانه الثورات ما بيعملهاش الشعب كله في تاريخ الانساني. من 10 إلى 12% اذا عملوا ثوره من عدد السكان ده كافي لاحداث التغيير. مصر قدمت الضعف، مصر قدمت 20% من 85 مليون، الثوره عملها 20 مليون واحد. في طبعا فلول النظام السابق دول بيبقوا ضد الثوره، معروف طبعا مفهوم. في قطاع بقى يقولوا عليه الكتله الساكنه، او احنا سميناه تسميه يعني انا مش بحب استعملها قوي، اللي هي حزب الكنبه، لان فيها سخريه وخبره. الكتله الساكنه دي في واقع الامر كانت متضايقه من النظام السابق، ولكن هي ما عندهاش استعداد انها تدفع ثمن الثوره خالص. وبالتالي يعني حبت الثوره كفكره ربما، ولكن لما لقيت ان الموضوع دخل في مشكلات زي اللي احنا فيها ابتدت تنقلب على الثورة وتقول والله ده النظام القديم كان احسن او ارحم. يعني الناس بتستعمل تعبير دقيق يقول لك يعني كان ارحم. فالثورة المصرية لم تأخذ فرصة الحقيقة، لان الثورات اذا لم تصل الى الحكم يبقى لم تأخذ فرصة للتغيير. الثورة المصرية خلال العامين اللي فاتوا اتعمل كل شيء بحيث ان الذين صنعوا الثورة لا يصلون الى الحكم، لانه لن يحدث تغيير في مصر الا لو الذين صنعوا الثوره وصلوا الى السلطه. وبالتالي علينا ان احنا نصبر على الثوره شويه ونديها فرصه عادله، لانها لم تاخذ فرصه عادله. وقفت عند المستبد الخفي. مين هو المستبد الخفي في روايه نادي السيارات؟ هو الفكره انه يعني احنا عندنا صوره عن الاستبداد سريعه، وهي يعني صوره ليست دقيقه، انه الاستبداد بيبقى بطش من جانب واذعان من جانب اخر وخلاص. وده صحيح طبعا، بس لما يستمر الفترة طويلة تقوم يحصل تشوه في نفسية المستبد به، يعني الذي يتعرض للاستبداد
بعد فترة بيتشوه نفسيا. ليه؟ لانه بيعتبر انه اللي بيستبد بيه ده او الحاكم الدكتاتور او الباطش او اللي ممكن يعذبه في اي لحظة او بيعتبره انه بيحميه، وفي اوقات بيتعلق بيه. في ظاهرة في علم النفس شهيرة جدا اسمها ستوكهولم سيندروم، ظاهرة ستوكهولم، واخد بال حضرتك؟ انه بيتعلق بالجلاد، وبالتالي الاختيار بيبقى كده. الاختيار بيبقى هل تقبل ان تعيش بلا كرامة ولكن في امن، ولا انت يعني تقاتل من اجل كرامتك حتى ولو خسرت الامن لفترة، او لو ضحيت بامتيازاتك لفترة. هو ده الاختيار اللي موجود في الرواية، والسؤال ده مطروح في مصر الان. يعني ان هناك قطاع من الناس للاسف بيقول ليه، طب ما هو مبارك، صح كان في قمع وفي ظلم وفي استبداد وفي كذا، بس كنا قاعدين في امن. وبعدين انت كان ممكن تاخد يعني تاخد بالك، ما تمشيش في مظاهرات، ما حدش هيضربك، واخد بال حضرتك؟ وبعدين خلاص يا سيدي، هو كان عايز يورث الحكم لابنه، ما تسيبه ورث لابنه. يعني في للاسف طبعا في هذا المنطق، هذا المنطق من مضاعفات الاستبداد. يعني الناس دي عاشت الاستبداد لفترات طويله، فحصل لها نوع من التشوه في الوعي. وطبعا ده الحمد لله مش قطاع عريض في المجتمع المصري، ولكن هو قطاع موجود لا يمكن انكاره، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي الروايه بتقول كده، بتقول انه نتوهم لو اعتبرنا ان كل الناس عندها استعداد تدفع ثمن الحريه. لا، مش كل الناس. والكلام ده مش في مصر، ده في التاريخ، بدليل انه في 2013 سنه عدد الثورات اللي حصلت في التاريخ الانساني قليل جدا، لان معظم الناس كانت مع الاختيار الثاني. صحيح. مظبوط مظبوط. لكن خليني اروح عند النوبيين. يعني حقيقة اتهام بعض الاصوات النوبية اللي حضرتك بالاساءة لأهل النوبة في الرواية، بترد ازاي على هذا الكلام؟ برد طبعا ان لا يمكن لا اجرؤ على، يعني اولا اهل النوبة ليسوا بعيدين، انا يعني انا مش هولندي، يعني انا اصلا من دراوم صعيدي، والمنطقة دي مختلط فيها الصعيدة بالنوبيين. يعني ارجو انه اللي يستمع لهذا الكلام يقرأ رواية. وعندي يعني عندي قصة، انا كنت بوقع الرواية في اسكندرية، فقام احد الحضور وقال انا نوبي ومن عائلة جاير، عائلة نوبية معروفة، وانت اسأت للنوبيين. قلت له حضرتك قريت الرواية؟ فقال لي لا. قلت له طب يا سيدي ادي نسخة موقعة مني اهداء، اقرأ الرواية، ولو كنت اسأت للنوبيين وانت راجل من اسرة نوبية معروفة قول لي وانا اعتذر اعتذارا علنيا. فالراجل مشكورا كلمني بعديها باربع ايام وقال لي انا اللي بعتذر، لان الروايه فعلا ما فيهاش اي حاجه خالص. هو الفكره ايه؟ ان المستبد نوبي، والذين اذعنوا للاستبداد نوبيون، والثوريون ايضا الابطال نوبيون برضو. وبالتالي يعني انت بتوصف مجتمع فيه ده وفيه ده وفيه ده، فلا يجوز اطلاقا ان انا اتهم بهذه يعني التهمة الشنيعة ان انا اسيء للنوبيين. طبعا للأسف بعض الاصدقاء النوبيين حساسين شوية، فما بيقروش الرواية وبيستمعوا لهذه الشائعات. واتمنى انه اي يعني صديق واخ عزيز نوبي يسمع هذا الكلام يقرأ الرواية، وانا في انتظار تعليقه. قبل ما انتقل الى المشهد الثقافي والسياسي، عايز اسألك بشغف القارئ، يعني ليس بشغف الصحفي لكن شغف القارئ بحب روايتك، الرواية القادمة عن ايه؟ الرواية القادمة طبعا لسه ما يعني عندي فكرتها وكله، بس انا ما بقدرش اخرج من الرواية ادخل في الرواية، ده مستحيل. يعني لابد اقعد حوالي بعد من حوالي 7-8 اشهر انقطع عن الكتابة عشان استرد نفسي من العالم الروائي اللي انا خلصته وادخل الى عالم جديد. بس ان شاء الله الرواية القادمة يعني انا ناوي انها تحدث في الإسكندرية، لأنه الإسكندرية دي جزء مني، أنا والدتي من مواليد الإسكندرية ونص أسرتي من إسكندرية، فأنا قريب شوية، يعني أنا من الصعيد، نص صعيد وإسكندرية، وده على فكرة ليس نادرا، يعني كتير، كتير جدا، فكرة الصعيدة اللي قعدوا في إسكندرية دي كتير جدا، أو اتجوزوا من إسكندرية. الإسكندرية لا، في رأيي بالنسبة لي بتقول لي حاجات كتير جدا، لأن ارتبطت فيها منذ الطفولة، ونفسي اعبر عن هذه الحاجات في شكل الرواية. فان شاء الله الرواية القادمة هتكون احداثها في اسكندرية ان شاء الله. سنة كام بقى احداثها؟ اظن انها هتكون في الوقت اللي احنا عايشين فيه.
في هذه الفترة. يعني بين هذا وذاك يعني أظن لست لا أقطع. احنا في انتظارها ابو، خلينا نروح. هل في حاجه هتتحول لاعمال دراميه سينمائيه؟ في طبعا مفاوضات دلوقتي بالنسبه لنادي السيارات، وانا طبعا بدرس هذا الموضوع لان انا يهمني. انا طبعا من الذين يؤمنون ان انا لست مسؤولا عن الافلام ولا عن المسرحيات الماخوذه من اعمالي ولا الدراما، ولكن بأسعى برضو جاهدا ان انا اوفر افضل ظروف. يعني انما انا بعتبر ان انا انتاجيه بالظبط. انما انا بعتبر ان انا روائي، انا جمهوري هو قراء الادب، ما ماليش علاقه بجمهور تاني. اللي بيعمل اعداد عن روايه من رواياتي دي مسؤوليته، اذا كان الفيلم كويس يبقى هو طبعا التقدير ليه. ها اذا كان الفيلم يعني اقل من الروايه يبقى الناس تنتقده هو، واخبار حركة. انما انا يعني اكتست الامتحان بتاعي امام قراء الادب، انا امتحاني قدام قراء ونقاد الادب، لا علاقة لي بجمهور السينما. ما تزعلش لما تلاقي ان في تغيير في احداث في رواية كتبتها سواء؟ لا اطلاقا، لانه هي بص حضرتك الروائيين في العالم في مدرستين، في مدرسة كان وكان عندنا في مصر مدرستين. في مدرسة بتعتبر انه الكاتب يظل مسؤولا عن روايته حتى لو تم اعدادها كمسلسل او كفيلم، وكان من اصحاب هذه المدرسة الدكتور يوسف ادريس رحمه الله، وكان بيروح يتخانق يعني لما يعملوا اعداد لحاجة بيروح يتخانق ويفرض اللي هو عايزه وكده. دي مدرسة. في مدرسة تانية اللي هي مدرسة الاستاذ نجيب محفوظ وارنست هيمنجواي، وانا انتمي لهذه المدرسة، بتقول والله انا الرواية موجودة وانا كاتب روائي، وحضرتك شفت فيلم مأخوذ عن الرواية ما عجبكش، تقرا الروايه تعرف ان اصل الروايه ايه، لان انا لا اتوجه، لو كنت عايز اتوجه لجمهور السينما كنت كتبت السينما، فانا اميل لهذه المدرسه. لم تفكر في كتابه للسينما؟ سيناريو احوار يعني ما فكرتش؟ يعني معروف ان دائما السيناريو والحوار بيستمد من روح الروايه. طبعا سهل على اي روايه اي روائي سهل عليه انه يكتب سيناريو احوار، لان الروايه سيناريو احوار واشياء اخرى. لان انا يعني كله ميسر لما خلق له. انا بحب الادب ومخلص للادب جدا، وبالتالي فانا يعني بالحقيقه اخاف على الادب لو كتبت السيناريو. طب اذا طبقنا ده على عمارة يعقوبيان، الفيلم والمسلسل ايهما اقرب الى الروايه الاصليه؟ لا اقرب للروايه الاصليه ليس بالضروره معناه الافضل، بس انت انا عجبني الفيلم طبعا جدا. المسلسل الاستاذ عاطف بشاي كاتب كبير وصديقي، وانا اعلم انه يستطيع دائما ان يستبطن او يصل الى ينفذ الى اعماق العمل الادبي خصوصا لو حبه، ولكن اظن انه كانت هناك بعض المشاكل الانتاجيه كان المسلسل ممكن يطلع افضل من كده. انما الفيلم لا، الفيلم طبعا جيد جدا، كان الحقيقه فيلم علامه من علامات السينما وانا فطور لذلك الحقيقه. كيف ترى المشهد الثقافي يعني حاله الغضب في اوساط المثقفين بعد تعيين وزير جديد للثقافه؟ والله انا الحقيقه مندهش من السيد، وانا اتفرجت على انترفيو اللي حضرتك عملته مع الدكتور علاء عبد العزيز، ومهم كان الانترفيو ده عشان الناس تفهم ايه الحكايه. انا مش فاهم بصراحه يعني هو ايه الموضوع، يعني انا ما شفتش، انا اتصلت يعني بوزراء ثقافه ووزارات ثقافه في العالم كله. انت رشحت وزير للثقافه قبل كده؟ انا اعتذرت، اعتذرت وعملت بيان قلت انه انا بعتبر الكتابة أرفع منصب، وأنني يعني أتعهد أمام القراء أنني لن أقبل أي منصب من أي نوع، ولن أدخل في أي حزب أو أبقى منتمي حزبيا. دي وجهة نظري بالنسبة للكاتب، لأن شايف أن الكتاب كاتب لازم يبقى مستقل. بس أنا مش فاهم السيد علاء عبد العزيز بيعمل إيه بالظبط، يعني كيف أنت تدخل وزارة من أهم وزراء مصر فتطيح بكل القيادات بطريقة غريبة جدا ومتعسفة جدا، ثم يبقى الموضوع تحدي بقى. يعني عملت حديث امبارح بيقول ده احنا لسه في البدايه، ده انا هقيل كل القيادات الثانيه. فواضح ان الموضوع عجيب جدا. وبعدين هو يختار وزير الثقافه اما لابداعه في العالم كله، اما لابداعه بحيث انه يكون واجهه لثقافه بلده، حتى ولو كانت المسائل الاداريه بيقوم بيها واحد ثاني، او لقدراته الاداريه الفذه. انت واخد بالك؟ ما اعرفش يعني، اتساءل هل الشروط دي متوفره في السيد علاء ولا لا. ثالثا انت بتتعامل على اساس انه وزاره الثقافه لازم تجيب فلوس، وده مفهوم الحقيقه مفهوم يعني اسمح لي مفهوم متخلف خالص عن العصر. وزارات الثقافه في العالم كلها ما بتجيبش فلوس، يعني وزارات الثقافه دي
لها دور ولها رسالة ثقافية. صحيح نحن ضد إهدار المال العام بأي شكل من الأشكال، بس لما تعرف مثلا وزارة الثقافة الفرنسية بتدفع أموال طائلة لمسارح فرنسا ومسارح الدولة علشان تذكرت المسرح ما تزيدش عن مبلغ كدعم يعني ما تزيدش عن 10 يورو بس وما بتعتبرش ان انا كده خسرت، لان وزارة الثقافة لا تدار على اعتبار انها محل بقالة او سوبر ماركت، لا دي ثقافة مصر. انت النهاردة لما بتدفع يعني لو كان فاروق حسني مثلا، للأسف برضو هو عمل مفهوم انا في تقديري سيء جدا برضو للثقافة، لانه قلب الثقافة لسياحة. يعني كل معظم ما فعله فاروق حسني المفروض يبقى تابع وزارة السياحة مش الثقافة. لو كنت عملت في 18 سنة دور سينما في كل مكان في مصر كان الفيلم المصري تحرر من قبضة الخارج، يعني بقى عندك حركة سينمائية المنتج بياخد فلوسه من داخل بلده، وبالتالي كانت تحررت الكتابة السينمائية والإخراج السينمائي والإنتاج وكل شيء. ده نموذج مثلا. فاللي أنا شايفه مذبحة الحقيقة، مذبحة للثقافة المصرية. يعني يكفي إنه أوبرا باريس تعلق أعمالها الجمعة والسبت. عارف حضرتك الأوبرا الجمعة والسبت دي دول اليومين اللي أنت بتحجز في الأوبرا في باريس قبلها بفترة طويلة جدا، لأن دول اليومين يعني هي مع يعني هي الرسالة هنا إيه؟ إنه تضامنا مع أوبرا القاهرة أنا بوقف أكتر يومين عليهم إقبال. أنت واخد بالك؟ اللي هما الجمعة والسبت. فوقفت الجمعة والسبت تضامنا مع أوبرا القاهرة في بلجراد، في براغ، في براغ في جمهورية تشيك برضو الأوبرا براغ عملت نفس الموضوع. المشكلة إن السيد علاء فيما قدامنا حتى في وقفة دلوقتي منذ قليل كانت أمام دار الأوبرا المصرية من بعض الفنانين. لا هو بيتعامل مع الفنانين باعتبارهم علمانيين مضادين. يعني أنا ابتديت أحس كده، أو أنا متأكد بصراحة إنهم علمانيين مضادون أو أعداء للمشروع الإسلامي، واخد بالك؟ وده غير صحيح طبعا، غير ان هو لا في مشروع اسلامي كما تبين، ولا في مشروع نهضة، ولا في مشروع اسلامي عند محمد مرسي، ولا في اي مشروع اساسي، واخد بالك؟ فالفكرة دي بتخلي السيد علاء متوتر جدا وداخل في حرب. مفيش، لو افترضنا جدلا ان هناك ملاحظات على اداء وزارة الثقافة، لو افترضنا، هل دي الطريقة؟ يعني انا دلوقتي انا مسكت وزارة اي حاجة، وزارة التموين، وجي وزير مسك وزارة التموين، عنده قيادات في التموين لدي بعض الملاحظات على أدائهم، أقوم خلال أسبوع أرفض كل الناس وأقول لسه حرفتكم كلكم؟ ده كلام طبعا عجيب جدا. فالحقيقة أنه يعني هذه المذبحة يجب أن تقف. طبعا هي جزء من المأساة اللي احنا عايشينها، أنه رئيس الجمهورية في تقديري فقد شرعيته بالإعلان الدستوري، وفقد شرعيته مرة أخرى بسقوط 100 شهيد برصاص محمد شرطة محمد إبراهيم اللي مسؤول عنها محمد مرسي. وبالتالي فكرة ان اختار وزير الثقافة على هذا الشكل يعني هي شيء يضاف لمآسي نحن نعيشها. ولكن الثقافة المصرية نحن ندافع عنها. انا انضميت ووقعت ورحت يوم الخميس في الوقفة الاحتجاجية مع اصدقائي، مع صديقي خالد يوسف قبل التكريم. رحت قبل التكريم تضمنت معهم، لانه انت هنا مش بتتكلم على هي ايناس عبد الدايم، يعني هي ناس عبد الدايم بقت رئيسة الأوبرا علشان هي موظفة بقالها مثلا في أضابير الوزارة. الناس عبد الدايم دي عازفة لها تصنيف عالمي. فلما تتعامل بهذه الطريقة، وأنا فخور بيها كمصري، لما تتعامل بهذه الطريقة المهينة، إذا كنت أنا بهين واحدة من عازفات الموسيقى اللي المصريات اللي بيرفع اسم مصر في كل حتة. وللأسف دلوقتي برضو جلنا خبر ان اوركسترا القاهرة السيمفوني اوقف العرض اللي كان مفترض ان هو يقوم بيه دلوقتي، الان تضامنا مع العاملين بدار طبعاً الاوبرا بقيادة المايسترو العالمي المايسترو رمزي ياس واحد من اهم عازفي البيانو في العالم. السيد علاء عبد العزيز او محمد مرسي او محمد بديع اللي هو الرئيس الكبير بتاعهم ما يعرفش معنى ان رمزي ياس يلغي عرض تضامنا، ولا ان ايناس عبد الدايم تتعامل بهذه الطريقه، لان انا يعني ليه علاقات ثقافيه بره كتير جدا، وعارف بعض الاسماء زي الاسامي دي ليها وزن في العالم كبير جدا. فانت ليه بتعمل كده؟ بس خليني برضه اسالك، يعني
هل فكرة الاستقالات، يعني شاعرنا الكبير دكتور أحمد عبد المعطي حجازي أدبنا الروائي الكبير أستاذنا بهاء طاهر قرار استقالة من المجلس على الثقافة، هل شايف أن هذه الاستقالات هي الحل؟ طبعا هي الحل، لأن أنت لم تترك لهم، هو أنت كنت اجتمعت بيهم باحترام، كنت احترمت هذه الأسماء الكبيرة؟ هل أنت كنت اجتمعت بيهم وقلت لهم يا جماعة أنا فخور بيكو وسعيد بيكو زي اي مصري ويا استاذة؟ هل تعتقد ده لو كان حصل الاحتواء طبعا ليه؟ هو ايه المشكلة؟ هو انت جبت واحد وزير ثقافة، صحيح ان هو يعني راجل ما نعرفلوش اي انجاز، انما ماشي الناس كانت ممكن انها تقول له والله يقول كلاو لان ان الراجل، حتى لو هم معترضين على عزاي معترضين على شرعية محمد مرسي اصلا، انما انت الناس عايزه. هل هم قبلوا دعوات الحوار يعني؟ ولا يعني يقال ان هم بيرفضوا اي دعوات للحوار؟ فين الحوار اذا كنت انت اول ما جيت؟ هو ادى فرصه لاي حوار يا استاذ عمرو؟ هو انت اول ما جيت رحت دخلتنا في مشكله مع سامح مهران ودي اسماء برضو في النهايه، يعني ما ينفعش تعمل كده برضو. صح قد يكون لك يعني مأخذ عليهم، انما في طريقه يا اخي. ده انت جيت رفدت ده ورحت رافد اللي وراه وقلت ناس عبدايم انا مش هشيلها خلاص، ورحت شلت مش حصل أي. ورحت شايلها واخد بالك؟ وبعدين اصل انت لما تشيل فنانه كبيره زي ايناس عبدايم دي انت اللي شكلك وحش، يعني ما يعني اسمح لي، يعني لما يتقاس ايناس عبدايم ورمزي ياسا مع علاء عبد العزيز في وزن الفن، لا معلش يعني الوزن هنا تقيل جدا، علاء عبد العزيز ما عملش اي حاجه. فاسمح لي انه هذه مذبحه ضد الثقافه المصريه. انا بعتقد ان هناك نوع من حرق الارض الثقافية المصرية تمهيدا لفرض مشروع، واخبار حضرتك هم متوسمين فيه انها يمثل الاخوان المسلمين، لا يعبر عنه هؤلاء الفنانون الكبار. ودلوقتي بقت في الترشيحات اللي رشحها، يعني مثلا ورشح مجموعة من اسماء اسمين لخلافة الاستاذ الدكتور ايناس عبد الدايم، برضو دكتور ده الوكيل رجل يعني له باع كبير فيما هو اعتذر صحيح عن الدكتور بدر الزقازيقي اظن او مجد الزقازيقي اعتذر. انا بتكلم، هل ترى ان السؤال هل هو الاتجاه هو الاخوانه وزاره الثقافه، واذا كانت اخوانه فهؤلاء لا ينتمون لجماعه الاخوان؟ طبعا في اخوانه مش بالمعنى ده، بس معنى انه افتراض الولاء، هم مش قادرين يشوفوا اي معنى بعيدا عن الولاء والولاء الناقص او انعدام الولاء، بدليل انه لاول مره في تاريخ مصر واظن في العالم راجل مندوب مبيعات يتعين وزير استثمار. الحقيقه دي حاجه عجيبه جدا، فكره الولاء، استاذ دكتور بتاع امراض جلديه يمسك مركز المعلومات، ده خطير. انت عارف حضرتك مركز المعلومات ده يودي اي بلد في داهيه، لانه ده اللي بيوضب خريطة المعلومات امام صنع القرار. طيب الراجل ده بتاع جلدية وتناسلية، يعني اسمح لي مع احترامي طبعا، وطبعا ده تخصص مهم، بس هل في علاقة بين الامراض الجلدية والتناسلية والمعلومات اللي محتاجها الدكتور محمد مرسي؟ يعني اذا كان هيحتاج الى معلومات في مجال الجلدية والتناسلية يبقى هو الراجل الدكتور يقدر يكشف عليه. انما اذا كنت انت هتجيب واحد بتاع جلديه وتناسليه، دكتور جلديه وتناسليه، تعمله مركز معلومات عشان فكره الولاء، فهو نفس الموضوع. هو بيعتبر انه اهل الثقافه المصريه وكل هؤلاء، يعني كل اللي هو مصطدم بيهم سواء الاستاذ بهاء او الاستاذ احمد عماط حجازي او الدكتوره ايناس او رمزي ياسر، كلهم من الكبار المبدعين، بتركيبتهم الفكريه هم ضد طبعا الاسلام السياسي. خلينا نتكلم بصراحه، ما هو انا كده برضه، انت واخد بالك؟ يعني فكره ان انت تركيبتك كفنان بتخليك اميل للحريات وبتدافع عن الحريات ضد الدوله الدينيه. فهو بيعتبر انه انا ماليش دعوه بقى انتم مبدعين كبار ولا انتم معروفين في العالم. بس هي ايه ملامح الدوله الدينيه دكتور علاء؟ الدوله الدينيه اللي احنا شايفينها هي بتتكون ملامحها استاذ عمرو. يعني انت النهارده ما علاقه، انا دلوقتي انا لما يطلع مثلا يعني احد قاده الاسلام السياسي، يعني سالت الدكتور علاء لما كان معنا هنا في اللقاء في الحوار، قلت له هل تنتمي لجماعه الاخوان؟ قال لي نفى لي هذا الموضوع. قلت له هل والدك ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين؟ نفى لي. قلت له هل تغازل جماعه الاخوان في المقالات التي نشرتها في صحيفه الحريه والعداله؟ نفى لي وقال انه بينشر في الحريه والعداله وغيرها من الصحف. هل ترى ان اختياره هو
هو اختيار لعنصر انه ينتمي لجماعة الاخوان؟ طبعا هو انا يعني اولا فكرة الانتماء للجماعة دي فكرة تعلمنا انها فكرة مطاطة وغير شفافة ومش فاهمينها، واخد بالك؟ ومعظم الناس اللي منتمين فعلا لجماعة الاخوان المسلمين بيقولوا على فكرة انا مش اخوان، حتى في التعليقات الانترنت يقولك على فكرة انا مش اخوان، فتعرف انه اخوان. فهم عندهم الحكاية دي، يعني عندهم جزء ظاهر، وده الكلام ده في ادبياتهم، في جزء ظاهر وفي شخصيات غير ظاهر. انا الحقيقة ما هياش نقطة، اصل انت احنا عندنا خلط هنا. من حق السلطة المنتخبة طبعا، ده قبل 22 نوفمبر، قبل 22 نوفمبر كان محمد مرسي بالنسبة لي رئيس شرعي، بعد الاعلان الدستوري فقد شرعيته تماما، وبالتالي هو انا بتكلم على لما كان رئيسا منتخبا. من حقه ان هو يسيطر على الحكومة. يعني هولندا في فرنسا رئيس اشتراكي، جاب الوزراء كلهم اشتراكيين، دي مش مشكلة. خطورة الاخوان انهم اي حزب بيحكم بيجي كل العاملين في الحزب الحكومة، يعني لما تشوف الادارة الامريكية اللي جاي مع اوباما كلهم هكذا، هولندا وغيره وغيره. خطورة الاخوان ايه بقى؟ ان هو مش بيسيطر على الحكومة، هو عايز يسيطر على الدولة. تفرق؟ هو عايز يسيطر على الحكومة، ده حقه، تعين الوزراء كلهم اخوان. حد يقول لك حاجة؟ ما انت كنت منتخبا، اكرر ده قبل الاعلان الدستوري. انما انت عايز تسيطر على الدولة، عايز تشيل طبقة قضاء، حتى لو كانت طبعا القضاء يحتاج الاصلاح بلا جدال. حتى ترى ان القضاء المصري يحتاج، كتبت هذا ودي قضية. بس اللي بيعملوه الاخوان مش اصلاح، ده تدمير. وانا كنت من نشوف اصلاح القضاء ازاي دكتور علاء؟ يعني انت، احنا جربنا الاخوان في النائب العام عبد المجيد محمود، الذي كتبت انا مرارا وتكرارا ان المفروض ان احنا نشكره على ما اداه، ونجيب نائب عام ينتمي الى الشعب المصري، لان السيد عبد المجيد محمود كان له مؤامات سياسية كثيرة جدا بلا حصر مع نظام مبارك. قلت هذا الكلام معي في فترة حكم المجلس العسكري. ايوه نعم. حصل ايه بقى؟ شال هو عبد المجيد محمود حتى بطريقة غير صحيحة، مش دي النقطة، وراح جايب نائب عام ينتمي للاخوان المسلمين. يعني انت يبقى انت كده بقى مش، ده انت لا تصلح، انت الحقيقة بتبحث عن شخص ينتمي اليك. وبالتالي خفض سن القضاء المفاجئ ده، غير انه كل ضد كل المعايير الدولية اللي تفترض في دولة محترمة ان شروط التعاقد مع القاضي لا يتم تغييرها اثناء خدمته. خلي بال حضرتك من المعنى ده، ان شروط التعاقد مع القاضي لا يتم تغييرها اثناء خدمته. يعني ما ينفعش ان انت جيت اشتغلت قاضي والمفروض السن يبقى 70، واجي انا في النص اقوم اقول لا ده 60، لان في الحالة دي انا بحطك تحت ابتزاز او تهديد او بعاقبك على احكام مش عجباني. فانت لما هتشيل ال 3000 ولا 4000 قاضي دول، في واقع الامر بناء على ما شفناه بعيوننا من الاخوان المسلمين، هتدفع طبعا بناس تبعك. هي دي الخطوره. لا انا عايز اسمع تصورك انت لفكره، اذا ان صح التعبير، تطهير القضاء، كيف تراك كاديب؟ لا انا قلت اصلاح مش تطهير. كاصلاح. اصلاح القضاء في مشروعات مقدمه من القضاء انفسهم، وخبر حضرتك، ولا يجوز اطلاقا ان انا افرض على القضاء اشياء في القضاء، في المنظومه القضائيه سلبيات. كتبنا عليها كتير جدا، فكره الندب الداخلي مثلا، ندب القاضي المنصه لانه يبقى مستشار لوزير من الوزارات، ده من ايام مبارك، يعني قد يخدش ده استقلال القاضي. فكره، ودي فكره اللي جايه دي انا دافع عنها بمنتهى، يعني دافعت عنها وادافع عنها بمنتهى الشراسه اللي فيها ظلم. فكره انه لا تؤخذ التقديرات كليه الحقوق كعامل اول في تعيينات النيابه، ده ما ينفعش، واخد بال حضرتك؟ انما ما يحدث مش كده، ما هو لو يحدث، لو ده اللي بيحصل كده احنا نأيده. لا، اللي بيحصل ان انت عندك طبقه من القضاه، ما هو ما تقوليش ال 3500 قاضي دول، انا اسف يعني، كلهم عليهم مآخذ؟ طبعا لا، لان في اداره اسمها تفتيش القضائي، ماسكها مستشار عينه المستشار مكي اللي هو يعني علاقته بالاخوان المسلمين قويه جدا، ها، والراجل قال انا موجود اهو في التفتيش القضائي، وانا مكتبي مفتوح، وعندك اي حاجه ضد اي قاضي تعالى اداني وانا اخد اجراء على طول. انما لا، اللي بيحصل حاجه تانية، اللي بيحصل انه انا بسيطر على الدوله مش على الحكومه. فنحن في هذا الموضوع، انت زقيت واحد قرر انه يعمل عمليه تطهير لكل العناصر اللي هم الفنانين الكبار والمبدعين بتوع مصر، اللي هم بتركيبتهم
ضد مشروع الإخوان المسلمين. بس خليني أقولك في المقابل في أيضا رأي آخر يقول هناك اتهام للحياة الثقافية في مصر أنها تعاني من الشلالية وأن هناك منتفعين لسنوات طويلة من الفساد الذي كان موجودا بوزارة الثقافة. كيف ترى ذلك حضرتك؟ أرى أنه ده كالعادة الإخوان يقولون حقا يربي بطل. ما هو لما شال عبد المجيد محمود ده كان طلب من طلبات الثورة مكتوب من يوم 26 يناير فندان التحرير. بس هل كنا بنقول إقالة عبد المجيد محمود مستشار عبد المجيد محمود مع احترامنا لشخصه طبعا ها إقالته علشان تجيب حد من الإخوان يخش بيته ويخش المكتب الساعة 2 الصبح واخبار حضرتك ويبقى منحاز تماما لإخوان المسلمين؟ فنفس الموضوع طبعا كان في فساد في وزارة الثقافة ومفيش كلام، بس اللي بيحصل ده مش إصلاح فساد، اللي بيحصل ده نوع من التطهير الثقافي، مش تطهير بمعنى زي التطهير العرقي كده، ان كل المثقفين الذين لا ينتمون الى مشروع الاخوان المسلمين او لا يوافقون عليه هو لا يعبأ بهم بغض النظر عن درجة ابداعهم. وهنا لازم اقول لك تجربة حصلت لي بقى. رواية شيكاغو اتعملت مسرحية وعملها مخرج فرنساوي كبير جدا اسمه جون لوي مارتينيلي، والمسرحية لاقت ولا زالت تلاقي في فرنسا نجاح كبير جدا، وجي عرض هنا في الجمهورية ثلاث ايام، وراجل ده صديقي. اليسار يعني مسيطر تقريبا على المجال الثقافي في فرنسا تمام، يعني تقريبا لا تجد مبدعا حقيقيا خارج اليسار، خارج افكار اليسار. ساركوزي يميني طبعا. الراجل اللي هو الراجل مارتينيلي ده رئيس مدير مسرح اسمه ليزامونديف في باريس، من اكبر مسارح فرنسا بقاله سنوات طويلة. ولما جه ساركوزي لا يفوت فرصة غير انه يطلع في التلفزيون ويكتب في الجرايد ويقول اراء في منتهى القسوة ضد ساركوزي. هنا بقى الدولة والحكومة، ده المعنى اللي عايز اقوله لحضرتك. فانا قلت له يا اخي انت طبعا بياخد دعم من وزارة الثقافة الفرنسية كبير جدا، قلت له انت يعني عمال تهاجم ساركوزي بهذه الطريقة، بتاخد دعم من الوزارة بالظبط، انت بتاخد دعم من وزارة الثقافة، وبعدين مش خايف ان ساركوزي يعني يقلب عليك يعني بالبلدي دي مخاوف مفهومنا احنا يعني. ايوه دي مخاوف مصريه احنا نفهمها، يقلب عليك استقصادك. والله يا استاذ عمرو الراجل اندهش من السؤال جدا، قال لي ايه السؤال ده؟ قال لي هو المسرح ده بتاع ساركوزي؟ المسرح ده بتاع الدوله الفرنسيه، بيصرف مش ساركوزي اللي بيصرف عليه، بيصرف عليه دافع الضرائب الفرنسي اللي هو بيقبض، قال لي كده اللي هو بيقبض ساركوزي. وبالتالي انا ضد ساركوزي بس ما الدوله مش بتاعت ساركوزي، المسرح ده مش بتاع ساركوزي. فده نفس الموضوع، ان انت هو مستكتر مكتب الارشاد، مستكتر ان معظم العاملين في مجال الثقافه والمبدعين هم ضد الاخوان المسلمين فكريا، وبالتالي عايز يعمل عمليه تطهير مذبحه بحيث انه يستبدل بهم ناس موالين. طبعا ده حاجة يعني غير انها لن تحدث اطلاقا، يعني مش هيحصل. هو اتخذ وجهة نظر اخرى، قال القضاء على الفساد ده منظوره هو الشخص في التغيير. هو ده اللي قاله السيد وزير الثقافة في حواره على الفساد. لا مؤاخذة، هو القضاء على الفساد ده مش ليه خطوات ادارية ولا طبعا هو طبعا ولا انا وقانونية واجرائية يعني طبعا. انا دلوقتي ابقى مدير مستشفى اقوم بقى مطير الدكاترة واطرد الجراحين واقول انتوا كلكم فاسدين، ولا في طريقة إدارية للفساد؟ الكلام اللي قاله على إن الأوبرا ما جالهاش حد والكلام ده كلام يعني عيب أوي إنه يصدر من شخص مسؤول يعني، واخد بالك الحفلات. وبعدين هل لو إناس عبد الدايم في وقت من الأوقات عملت حددت ميعاد لحفلة كان ممكن يبقى الميعاد أفضل، هل ده كافي لإن أنا أعملها بهذه الطريقة المهينة ومشيها؟ هي بتشتغل اسمح لي يعني، هو الفنانة الكبيرة إناس عبد الدايم والآخرين دول بيشتغلوا عنده؟ أنا يا أخي لو حد بيشتغل عندي ما أقدرش أمشيه كده. دكتور أنت دائما تختم مقالاتك بعبارة الديمقراطية هي الحل. الديمقراطية هي الحل إيه بالظبط؟ الحل لكل شيء، لأن أنت الديمقراطية معناها سلطة الشعب. التجربة الإنسانية في التاريخ الإنساني علمتنا إنه أي وصاية على الشعب نهايتها كوارث. يعني إذا حكمت الشعب باسم الوطنية، إذا حكمت الشعب وخدت منه بدون توكيل وفرضت عليه وصاية باسم الدين، وده اللي حصل لنا دلوقتي. إذا أنت قلت والله أنا هعمل وصاية على الشعب لأن أنا الجيش أنا اللي بحارب، وبالتالي أنا أفهم مصلحة الشعب أكتر منه. التاريخ الإنساني علمنا إن كل وصاية على الشعب
تؤدي الى كوارث، وان الديمقراطية رغم عيوبها هي الطريقة الامثل او المثلى لان البلد يتقدم. ازاي؟ ان الشعب يسترد سلطته. الديمقراطية معناها، هل الديمقراطية مرتبطة بالمسؤولية؟ اه طبعا، بس الـ 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 العبارة دي العبارة دي بتخلينا قلق شوية، لانه دي زي حكاية الحرية والمسؤولية والكلام ده، لانه ده عادة انا طبعا عارف ان انت يعني قد انت لا اصلا انا بتذكر على فكرة الرئيس السادات دائما لما كان يقول الديمقراطية دائما لا يعني بالظبط كده، عشان كده انا بس انا بقلق من حكاية الحرية والمسؤولية، لان ده عادة بيبقى بيتقال من الحكام المستبدين. بس طبعا انا عارف ان حضرتك قد انت يعني لست حكام مستبدين، لا ده خالص وفي بالك الديمقراطية اه مسؤولية طبعا مفيش كلام، ولكن الديمقراطية ايضا لا يوجد فيها رموز، مفيش حاجة اسمها رمز، يعني مفيش في الديمقراطية. اهو ساركوزي شوف الراجل المخرج بيعامله ازاي، قال لي ده هو اللي بيقبض، قال لي انا بقبض من ساركوزي، ده هو اللي بيقبض من مرتبه من الضرايب. بالظبط بالظبط، واخد بالك. فمفيش حاجة اسمها بقى ايه قائد الوطن ورمز الوطن. رمز الوطن في الديمقراطية هو المواطن، هو ده رمز الوطن، واخد بالك. فالديمقراطية اه مسؤولية، ولكن الديمقراطية ايضا لابد انه يكون تلتزم بالقانون والدستور، وهذا ما لم يفعله محمد مرسي للأسف الشديد. ان اول رئيس منتخب كنا نتمنى ان هو يبقى رئيس لكل المصريين، انا من الذين تمنوا فعلا، واظن ان ده كان حال ملايين الناس، ان الراجل ده رغم اختلافي مع الاخوان المسلمين ان الراجل ده يبقى رئيس كل المصريين، واخد بالك، وانه ينجح في ادارة هذا البلد، لانه لو نجح مصر كلها تنجح. انما احنا اكتشفنا بما لا يدع مجالا للشك للاسف يعني مبكرا جدا، انا اكتشفت بعد 40 يوم، واخد بالك، ان الراجل ماشي في اتجاه تاني خالص غير اللي احنا او اللي الناس تعاقدت معه عليه. لغاية يوم 22 نوفمبر ده خلاص ده راجل فقد شرعيته، ولو جه اوباما دلوقتي ولا لو جه هولندا في فرنسا وراح مطلع اعلان وقال انا فوق القانون وفوق الدستور وفوق المحكمه الدستوريه والقضايا اللي منظوره ضدي تتوقف، واللي بيقول عليه القضاء انه باطل لا هو صحيح، انا لن يتركوا الفرنسيون يوما واحدا في القصر، واخد بال حضرتك، لاني انا تعاقدت معاك على حاجه وانت بتعمل حاجه تانية خالص، بتعمل عكس اللي انا تعاقدت معاك. طيب انت كنت عضو بارز في حركه التغيير المصريه قبل وبعد الثوره، حركه التغيير زي كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير، حضرتك شايف ان هذه الاشكال الثوريه بتصلح لمصر دلوقتي بعد الثوره؟ اه طبعا، لانه لم يتغير شيء. ايه اللي تغير؟ ايه اللي تغير بعد؟ لازلنا احنا يعني انا مش عايز احبط الناس، بس اللي تغير الانسان المصري، الانسان المصري ما بقاش يخاف. انت ما كناش نحلم، انا ما كنتش احلم ان اركب مع سواق تاكسي فيقول لي ما هو دستوري وما هو غير دستوري، او تقف مثلا تشرب عصير فتلاقي الراجل البسيط اللي بيجيب لك العصير. لا، شباب صغير بيتكلم وبيهتم، واجيال طبعا مبدعه رائعه، هذه الاجيال هي اللي هتغير البلد، واخد الاجيال الجديده. انما ماذا تغير؟ احنا استبدلنا بنظام فاشي شبه عسكري نظاما فاشيا دينيا، يعني انت عارف يعني ما للاسف الشديد لم لا الشرطه اتغيرت ولا التعذيب اتغير توقف ولا الاعتقالات توقفت، ولا بالعكس يعني التعذيب ايام مرسي عمل حاجات ما اتعملتش ايام مبارك، يعني هناك 4 حالات لاغتصاب رجال موثقه في 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 سجون مرسي. ها مبارك ما كانش فيه اغتصاب رجال، كان فاكر وانت قدمت عملت فيها دور وطني عظيم اللي هي حادثه عماد الكبير. أيوة. لم يكن اغتصابا، ده هتك عرض. أيوة. واخد بالك. أيوة. وبالتالي قتل في بلد، هل حصل انك انت تقتل 47 واحد في بورسعيد في يومين، تطلق رصاص على ناس بتشيع جنازات؟ الكلام ده احنا شفناه، ما يقدرش يقول لا، واخد بالك. فما فيش حاجه بس لم يعرف من القاتل او من الجاني حتى الان. هو انت عملت تحقيق يعني؟ وايام المجلس العسكري، بالمناسبه انا لست من الذين يعني انا ضد عوده المجلس العسكري، يعني هناك من يستدعي الجيش مره اخرى ليكون في المشهد السياسي دكتور علاء، هناك من يطالب الجيش، يعني في لحظه من اللحظات مرت علينا كنا نرى توكيلات وتفويضات الى القائد الفريق السيسي، نستمع الى من يطالبون ونقرا مقالات في الجرائد يطالبون الجيش بالعوده مره اخرى، المجلس العسكري والجيش يرد يقول لك لن نعود مره لا أخرى. المجلس العسكري لا يجب ان يحكم، واخد بال حضرتك، والمجلس العسكري لا يجب لا يجب طبعا لا يجب, لا يجب طبعا. يعني احنا هنطلع من يعني احنا نخلص من العسكر نخش على الاخوان، نطلع من الاخوان نروح، ما ينفعش.
انما الجيش غير المجلس العسكري. هنا برضو عشان ما نظلمش الناس، الجيش ده الحقيقة ليس صاحبه المجلس العسكري. المجلس العسكري على الاقل طنطاوي وعنان ارتكب او مسؤولان عن جرائم، جرائم قتل وجرائم تعذيب وجرائم، وشفناها بعينينا مسبير والناس بتدهس بالمدرعات، دول لازم يتحاسبوا. وانا اعتقد انهم هيتحاسبوا في يوم من الايام، اثق يقينا انهم هيتحاسبوا الاثنين دول اللي هو طنطاوي وعنان. انما الجيش ده بتاعنا، مش بتاع المشير طنطاوي ولا الفريق عنان ولا بتاع المجلس العسكري، ده بتاع الشعب المصري. وبالتالي المصريين البسطاء لما يجد الدوله بتنهار فيتوقع من الجيش انه يخش يمنع انهيار الدوله، ده واجب من واجبات القوات المسلحه في اي حته في العالم. ده حصل في فرنسا وحصل في مصر قبل كده سنه 77، يا فكره انهيار الدوله فيدخل الجيش مش عشان يحكم زي اللي حصل في بورسعيد، عشان يمنع انهيار الدوله. فهنا علينا ان نفرق بين من يستدعي المجلس العسكري الى سده الحكم مره اخرى. انا ارفض هذا شكلا وموضوعا طبعا. طب نشوف ازاي فكره المحكمه الدستوريه اصدرت قرارا باحقيه ضباط الجيش والشرطه بالتصويت والانتخابات، في الانتخابات التشريعيه وفي انتخابات رئاسه الجمهوريه. هل بتشوف في راي قال لك لا ده بيفرق مصر، في راي اخر قال لك يؤيد ذلك، انت مع مين؟ لا انا رايي اذا كنا هنبني ديمقراطيه حقيقيه يجب ان احنا نبني ديمقراطيه، ده معمول به في معظم الدول الديمقراطيه، وكان معمولا به في مصر لغايه السبعينيات، وكل الكلام اللي بيتقال مردود عليه الحقيقه. لان انت اذا كنت ابداء الراي ليس عملا سياسيا، هو العمل السياسي اللي هو ايه؟ انك انت تعمل احزاب، تحشد، تعمل انت بتبدي رايك. حضرتك عايز دليل على ان ابداء الراي ليس عملا سياسيا؟ الدليل واضح جدا، القضاة مصر ممنوع عليهم العمل بالسياسه، ولكن من حقهم التصويت، مما يدل على ان ابداء الراي ليس عملا سياسيا. المخاوف من التمزق بعضها بصراحه بعضها حقيقي وبعضها كاذب. بس هل الوقت مناسب لذلك ام غير مناسب؟ برضه سؤال لا ما هو بعضها، ما انا بقول لك بعض المخاوف حقيقيه وبعضها كاذب. بعضها حقيقيه فعلا نتناقش مع الناس، الناس مالهاش مصلحه، بعض الناس مثلا في جبهه الانقاذ او في انا ما بقولش معارضه الاخوان، بقول مقاومه الاخوان، في حركه مقاومه الاخوان، واخد بالك؟ برضه قلقانين وبيقولوا يعني ضد فكره التصويت. انما الحقيقه انه مخاوف جماعه الاخوان المسلمين ليست من التمزق، انا في تقديري مخاوف جماعه الاخوان المسلمين من تصويت العسكريين هو ان انت عندك كتله يتوفر فيها الحد الادنى من الوعي السياسي، لن تستطيع التاثير عليها بزيت وسكر ولحمه وحاجات زي كده، ودي هتلعب، هيبقى ليها دور في المعادله، واخد بال حضرتك؟ واعتقد ان يعني انا اثق ان هم خايفين من ده مش من حاجه ثانيه. في نهايه الامر نحتكم للتجارب الديمقراطيه في العالم، ده وارد جدا، ايه المشكله؟ وبعدين كل ما يعني كل ما يعني نحب ان يحدث هو انك تتاكد ان هؤلاء المواطنين لن يحدث عليهم تاثير، وانهم هيصوتوا زي القضاة ما بيصوتوا عادي، بالاضافه انه ممكن يعتذر لو هو مهامه العسكريه تمنعه. لكن ده مش تقسيم في داخل معسكرات الجيش والشرطه، لما انا ظابط وانا مع سين وانت ظابط وانت مع صاد، وهو عمل يعني مش محتاج تمهيد، مش محتاجه نشر وعي سياسي معين. هو ان القضاء صوتوا في الانتخابات عمل تقسيم في القضاء؟ ما عملش تقسيم في القضاء. بقول لحضرتك ده ابداء راي. اذا كان عايز تمهيد بقى اسمح لي اذكر سيادتك بان احنا في عنق الزجاجه من سنه 54، بقى لنا من سنه 54 بنقول احنا عايزين ديمقراطيه، بس ايه؟ نعدي من عنق الزجاجه. انا كلمه عنق الزجاجه دي انا بسمعها والله وانا عندي 6 سنين مثلا، واخد بقى من ايام عبد الناصر يقول لك عدي، كان في حاجتين، عنق الزجاجه وشد الحزام. تمام، عدنا سيد درويش شد الحزام، يقول لك لابد ان نشد الاحزمه لغايه لما نعدي عنق الزجاجه. لدرجه ان مره تخيلت ان زجاجه الحكم في مصر ليس فيها الا عنق، يعني مش معقول اخوانا بقى لنا 70 سنه في عنق الزجاجه، طب فين قعر الزجاجه؟ او فين فتحه الزجاجه؟ مفيش غير عنق الزجاجه. فالحقيقه ان فكره التمهيد دي ترجعنا لمنطق عمر سليمان رحمه الله وجمال مبارك، اللي هو فكره انه واحمد نظيف، فكره ان الشعب المصري غير جاهز للديمقراطيه، نجهزه الاول للديمقراطيه وبعدين نعمل ديمقراطيه. لا، لن نتعلم الديمقراطيه الا بالمزيد من الاجراءات الديمقراطيه. فانا الحقيقه
قولا واحدا مع تصويت العسكريين ورجال الشرطة. وعايز اقول لك حاجة اذا كنت بتتكلم على القانون، الاحكام ليست اختيارية يا سيدي. يعني احنا ده مناقشة السلطات المصرية اصلا اكبر اهانة للقانون. هو الحكم اختياري، ده حكم المحكمة الدستورية، هو انت هتنفذ اللي انت عايزه. وبعدين العجيب بقى ان هذا الحكم، خلي بالك مشهد بقى يعني عجيب جدا ومتناقض. انت عملت الدستور الاخوان المسلمين وانا لم اعترف بيه، ومعظم الناس ما اعترفتش بيه، تمام؟ وبعدين اديته للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية ما هياش يمين ولا شمال، انت بتديها الدستور وبتقول لك ده دستور ولا مش دستور. فبناء على الدستور اللي انت عملته من حق العسكريين ورجال الشرطة انهم يصوتوا. دلوقتي بقى الكلام ده غلط؟ يعني ده حاجة عجيبة جدا، مش المفروض نناقش الحكم اصلا. عايز انتقل معاك الى نقطة اخرى. هناك من يرى ان المعارضة في مصر تكتفي بالنقد والهجوم فقط دون ان تقدم البديل، شايف ايه البدائل اللي قدمتها مثلا جبهة الانقاذ حتى الان؟ اولا احنا مش يعني انا لست عضوا في جبهة الانقاذ، ولكن طبعا كلهم اصدقائي وبينهم اساتذة ليا كمان. هذه ليست معارضة استاذ عمرو، لانك لما تقول معارضة فانت بتقول مصطلح في العلوم السياسية يقول ان هناك نظام ديمقراطي شرعي مستقر وله احزاب معارضة. انما في واقع الامر منذ الاعلان الدستوري تحولت المعارضة في مصر الى مقاومة لسلطة فاشية في الحكم تريد الاستئصار بالدولة المصرية. فانا بفضل لفظ المقاومة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه الاحزاب او الحركات السياسية ما هياش من وظيفتها انها تساعد الاخوان المسلمين في الحكم. ده حاجة حلوة قوي. يعني انا دلوقتي ابقى فاشل واخبار حضرتك في ادارة البلاد وعايز الناس يقولوا لي اللي هم شايفين ان هم احق مني، ده في اي نظام ديمقراطي؟ يعني الحزب اليميني الفرنسي مش هيساعد الرئيس الاشتراكي، يساعده على اساس ايه؟ يعني يروحوا يدوا لهم مشاريع عشان ينفذوها وهم مش هم اللي عاملينها؟ طبعا دي نمره واحد. نمره اتنين، حتى على هذا الاعتبار، لا طب ما يرجع من يقول بهذا الكلام، ما يرجع للمؤتمر اللي عمله التيار الشعبي، المؤتمر الاقتصادي اللي ادى حلول وادى بدائل للقرض وادى كل شيء واجتمع فيه خيره. بس انت انتقدت بعض قيادات جبهه الانقاذ عندما اعلنوا نيتهم الترشح. انا بس اكمل النقطه دي. خيره اقتصاديين مصر قالوا انه بدائل القرض اهي، الدكتور احمد سيد النجار والدكتور عبد الخالق فاروق وكثيرين جدا، واتعمل ده اتعمل كتاب قد كده. طب اذا كانت المعارضه بالقوه دي ليش الشباب تمردوا عليهم؟ لا هنا احنا هنا بنخش من موضوع لموضوع. انا كنت برد على فكره ان حضرتك بتقول ان هم لم يقدموا بدائل، فقلت اولا ليس من واجبهم تقديم بدائل لان اللي بيحكم الاخوان، انما حتى في هذا السياق قدموا بدائل ولم يؤخذ بها. انت واخد بالك؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، المعارضه اقوى ممن يمثلها. يعني انا ما اعتقدش ان جبهه الانقاذ تستطيع انها تقول انها دائما اسرع من الشارع. انا بعتبر العكس، بعتبر ان الشارع بيسبق جبهه الانقاذ، وجبهه الانقاذ في اوقات كتيره جدا بتحاول اللحاق بالشارع، وده لانه تركيب جبهه الانقاذ فيها طبعا رموز للثوره وفيها مناضلين عظام جدا وفيها ايضا ناس لم يعرف عنهم الثوريه خالص من قبل، وبالتالي بيكونوا ميالين لايه؟ للحلول الوسط، واخد بال حضرتك؟ فانما في النهايه جبهه الانقاذ خطوه في الاتجاه الصحيح. يعني هي يعني خطوه في ظل نشكو كثيرا انه نتكلم مع مين؟ كان المجلس العسكري بيقول كده، نتكلم مع مين؟ بس بصراحه دكتور علاء، هل جبهه الانقاذ خسرت من رصدها بالشارع؟ لا بص حضرتك، انا اعتقد انه اللي خسروا خساره فاحشه هم الاخوان المسلمين، واعتقد انه كما حدث في انتخابات الجامعة، انا من ايام انا كنت في الجامعة من ربع قرن واكتر، كان الحل الوحيد ان انت تمنع الاخوان انهم يكسبوا في انتخابات اتحاد طلاب ان امن الدولة تمنعهم. حصل ايه في الانتخابات الاخيرة؟ خسروا خسارة رهيبة. اي حد هيدخل ضد الاخوان المسلمين في انتخابات قادمة نزيهة هيكسب، لان ان الاخوان المسلمين وصلوا الناس الى مرحلة التصويت السلبي، التصويت العقابي، سوري، التصويت العقابي اللي هو ايه؟ ان انا بختار حد مش عشان مقتنع بيه، عشان مش عايز الاخوان، واخد بالك؟ ففكره انه
من لله رصيد المؤكد الآن أن رصيد الإخوان المسلمين في الحضيض. وعايزين نعمل اختبار عملي. أنا سيدي كاتب وليه مواقف معلنة ناس تتفق معاها وأحيانا ناس تختلف معاها. أنا بتجول في الشارع وبروح ورحت اعتصامات في اسكندرية الأسبوع اللي فات ورحت تمرد ورحت اعتصام الأوبرا وبتاع. أجد من يناقشني في مواقفي ومن يتفق ويختلف. إنما الناس كلها الحمد لله بتقدرني جدا. أتحدى أي قيادة من قيادات الإخوان إنه ينزل الشارع في أي مناسبة. يعني لو يقدر الدكتور البلتاجي ولا الكتاتني ولا محمد بديع ولا لو يقدر ينزل السوق يشتري حاجة يبقى أنا ما مش فاهم اللي بيحصل في الشارع المصري. طيب شايف إزاي تقييمك لصراع الحركات في مصر في هذه الأيام مع حركة تمرد وحركة تجرد؟ بص تمرد دي أنا من الداعمين ليها من أول يوم وهي فكرة عبقرية وفكرة لها أصل واخبار حضرتك في القانون وفي الدستور لأنه الشعب مصدر السلطات. لا يستطيع أي شعب أن يمارس سلطاته بنفسه وبالتالي هو بيوكل البرلمان لممارسة السلطات. خلاص يعني بدل 85 مليون بينتخبوا 500 من البرلمان. ده في كل دستور من حقه سحب الثقة عن الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. البرلمان مش موجود وبالتالي السلطة ترتد إلى الأصل اللي هو الشعب. وبالتالي الفكرة العظيمة اللي عملها بعض الشبان أنا سعيد بيهم وعرفهم كويس جدا واحترمهم جدا فكرة هايلة لأنها بتقول خلاص الشعب هنعمل توقعات أكتر من الناخبين مرسي ها وبالتالي يبقى من حقنا لازم انتخابات رئاسية مبكرة وهذه ليست بدعة واتعملت في دول العالم كله. تمام دي حركة أنت تمرد. شايفهم تمردوا على قيادة المعارضة شباب التمرد؟ لا أنا شايف إن هم كانوا الحقيقة كانوا بوصلتهم الثورية أكثر استقامة من بعض مش كل من بعض القيادات المحسوبة على الثورة. بس انت مش خايف ان ده يعني يجرنا الى اي نوع من الصراع وتسالي الدماء يوم 30/6؟ وهو مين اللي عمل الصراع واحنا ما كنا كويسين؟ هو حضرتك عايز تلغي الدستور والقانون وتعمل تمكين وخبالك وتطيح بالقضاء وتطيح بكذا وتقتل الناس وتقتل 100 واحد وبعدين لما نعترض نبقى احنا هنعمل صراع؟ طب هو مين اللي عمل صراع؟ هو حد كان قبل 22 نوفمبر كان في ناس بتنتقد مرسي وانا كنت من الذين انتقدون مرسي انما عمري ما قلت عليه رئيس غير شرعي وعمري ما الناس نزلت بهذه الطريقة. الناس نزلت لما لقيت انه هناك سطو على ارادة الشعب عن طريق الاعلان الدستوري وبقيت الجرائم المسؤول عنها. يا استاذ عمرو حسني بس اللي يموتوا في الشارع هم الشباب. واحنا بنتكلم دلوقتي حسني مبارك موجود في السجن ليه؟ لانه لم يحمي او سهل قتل المتظاهرين. تمام هذه التهمة توجه بنفس القدر ونفس الاستقامة لمحمد مرسي. فأصبحنا في وضع عجيب جدا يا تطلق سراح حسني مبارك يا إما تحاسب مرسي على 100 شهيد اللي ماتوا. مش ممكن محاسبة رئيس الجمهورية وبالتالي في الوضع ده وبالتالي فكرة انتخابات رئاسية مبكرة فكرة منطقية تماما. طب قولي تصورك ايه السيناريو يوم 30/6 هذا؟ لا انا تجرد دي بقى اللي انا مش فاهمها معلش. يعني انت دلوقتي اولا هما غامضين جدا تجرد دي وكان يعني بصراحة انا هو في كان عالم اجتماع جمع نابليون وقال ملاحظة للأسف لا احضرني اسمه بس قال انه اي دراما في مصر لسبب لا افهمه ممكن تكتسب طبع فكاهي في اي لحظة. هو الراجل بيقول كده انه عندنا اي دراما من صفات شعبنا ومجتمعنا انه اي حاجة جد ممكن تقلب فجأة تبقى فكاهية. والحكاية دي موجودة. يعني احنا في صراع جدي مع جماعة فاشية. انما مثلا فكرة ان الرئيس مرسي يبقى واقف جنب اهم شخصية سياسية في اوروبا ويبقى مولع جدا بفكرة ان هو يقعد يبص في ساعته الجديدة دي. ما دي حاجة غريبة. الإنسان صحيح لما بيشتري ساعة جديدة بيبقى فرحان بيها وأكيد ده حصل له. وقد يكون ينزل للساعة عشان عنده مواعيد. اسمح لي يعني عنده مواعيد يعني مش فاهم. العقارب مش باينة يعني أنا أقعد أبص مثلا في الساعة كل دقيقتين عشان أعرف المواعيد. فنفس الموضوع إيه تجرد دي؟ أنا معرفش. الأول قالوا ده الشيخ عاصم عبد الماجد اللي قال وبعدين طلع شخص إمبارح وقال لا ده إحنا وبعدين الأسبوع اللي فات قالوا إحنا عندنا 17 مليون وخد بالك
اذا كان الموضوع كده بقى يبقى احنا ما هو برضو من المشكلة النهاردة ان الجميع يحتكم الاعداد والجميع يحتكم للحاجة. لا يا بيه، انت عندك حاجات موثقة خلاص، وعندك برنامج اتعمل، وعندك رقم قومي، وانا لما يعني انا شفت الكلام ده بعيني. لانك برضو عاملين موقع الكتروني يورونا يورونا. اهلا وسهلا، خليني ارجع معك عشان كده يوم 30/6. انت شايف الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو الجاري ازاي؟ يعني اسم الولايات اللي انت تتوقعها. الثورة تسترد قوتها، الثورة او موجة ثورية حقيقية قادمة في الطريق، الثورة التي يعني غدرت والتي خانها من خان، والتي تواطأ ضدها من تواطأ، والتي تم تشويهها على مدى عامين عمدا من الموجودين في السلطة، سواء كانوا من المجلس العسكري او من الاخوان المسلمين. الثورة فعلا امام موجة قوية جدا قادمة، هيشترك فيها ناس حتى ما اشتركوش اصلا في الثورة. وده ده الجديد اللي الاخوان مش قادرين يفهموه، ان هم من كتر ما الناس فقدت ثقتهم في الاخوان المسلمين، في قطاعات من المجتمع المصري، القطاعات دي ما اشتركتش في الثورة، بس هي عندها استعداد انها تنزل ضد الاخوان المسلمين. يوم 30 يونيو هيكون يوم حاسم، مفيش كلام. يوم حاسم ليه؟ لان الشعب بيطالب بمطلب ديمقراطي محترم، انتخابات رئاسية مبكرة، ولا يمكن اطلاقا. انا بشيل النهاردة الغطاء الشرعي، واخبار حضرتك، انا بشيل الغطاء الشرعي اللي هو بيستعمله، او اللي الولايات المتحدة في دعمها لمحمد مرسي بتستعمله ان هو منتخب. انا بقول لا للولايات المتحدة التي لم ترد خيرا بهذا البلد قط. انا بتكلم على السياسة الخارجية، التعاون مع فلول نظام السابق يوم 30/6. اقول لسيادتك، انا بقول لهم الراجل ده غير شرعي، لانه اذا كان في 13.5 مليون واحد حطوه في القصر، انا جايب عدد اكبر، عايز انتخابات رئاسية مبكرة، يبقى محدش يعني متوقع ينزل كام تقريبا دكتور علاء؟ محدش يتكلم على الديمقراطية تقريبا كام متوقع كام في ضوء هذا الكلام؟ هل اللي جمع توقعات من تمرد واقع وارد انه لا انت سلاحك هنا في عملية الحشد انه انك اولا بتعمل سلاح قانوني موضوع تمرد، ثانيا بقى عندك ناس اصحاب قضية 15 مليون واحد، والله لو قلت لهم انزلوا قدام الاتحادية، لو نزل 5 مليون اظن انه ده كافي جدا للانتخابات الرئاسية المبكرة. وللأسف اتوقع انت 5 مليون ينزل يوم 30/6. لا انا ما قلتش اتوقع، انا قلت لو قلت ما اعرفش هم الموضوع هيمشي ازاي، بس انا معايا لما يبقى معايا توقعات بهذه الملايين، لا انا قوي طبعا. والاخوان المسلمين للاسف لن يحدث الا يعني لن يتراجعوا عن هذا الاستبداد الا بالضغط. طبعا انا افضل ان هو الضغط السلمي الديمقراطي، وحركة التمرد حركة سلمية ديمقراطية، ولكن في نفس الوقت واخبار حضرتك مش هينفع غير انه لابد ان يرضخ الاخوان المسلمون لارادة الشعب ويعملوا انتخابات رئاسية مبكرة. نعم. طيب عايز اروح للحوار اللي وصفته في مقالك ما بين شاب ثوري ومواطن محبط بن عم حسن وتامر عقل. ايوه انت دايما بتعمل روايات جميلة كده، من فاكر الحيوانات حديث الحيوانات احنا كملنا في حواديت بالظبط. شايف ازاي الحوار ده؟ مش شايف ان المصريين كلهم بقوا عم حسن محبطين وفاقدين الثقة في كل النخب؟ لا، اولا كلمة النخب كلمة مطاطة، ان الاخوان بيحطوا فيها اللي هم عايزينه ويطلعوا منها اللي هم عايزينه. انت واخد بالك يعني ايه نخب؟ يعني حركة تمرد دي نخب؟ يعني شباب كفاية دول نخب؟ دول هم دول اللي عملوا الثورة اساسا ومش عايزين حاجة، واخد بالك؟ واللي ملقى فيهم بالسجون، بالمناسبة هناك اخبار منشورة، وده يعني انا اعلم ان انت هتساعدني في عمل هذا الواجب الوطني والانساني. هناك اخبار منشورة على انه المناضل احمد دومة يعاني في السجن من حالة تسمم، وانه الادارة السجن ترفض علاجه. انا لا، احنا نطالب السيد مدير مصلحة السجون السيد وزير الداخلية ان يتم التعامل طبيا بسرعة مع احمد دومة، هذا الشاب من شباب الثورة، اللي اذا كان مريضا في داخل السجن حسب ما قال الاستاذ الدكتور علاء الاسواني ان يتم علاجه فورا، وعلاجه على اكمل وجه وعلى افضل وجه. يعني انا اضم صوتي لصوتك لعلاج احمد دومه فورا، وده حق يعني حق قانوني. بغض النظر بقى اذا كان هو ضد الاخوان ولا مع الاخوان، لاي مواطن حتى اذا كان داخل السجن يعني. فانت محتاج الناس، المجتمع منهك وكان منهكا من ايام مبارك، ثم انهك ايام المجلس العسكري، ثم يعني
قضى حكم الاخوان الاستبدادي الفاشل واخد بالك على امكانيات ان الحياة تبقى كويس. تمام؟ يحتاج الراجل الطيب زي ما انا كتبت في الحوار الى شاب ثوري عم حسن شاب ثوري ياخده بالراحة ويقول له انت دلوقتي ضد الثورة دي، هي الثورة حكمت، هو انا الثورة خدت فرصة وفي النهاية هيستجيب. مخال قدامنا على فكرة حوار بين شاب الثوري ومواطن طيب. هو الشاب اللي هيحصل انه الراجل هيستجيب، انما هو يحتاج جزء من العمل الثوري هو نشر الوعي. هو ان الناس بتحس بس مش بالضرورة بتكون فاهمة بالظبط اللي بيحصل، وبالتالي واجب الثوريين. وعشان كده حركة التمرد عجباني ليه لما شفتهم وقفت معهم في اسكندرية وزعت معهم الورق، انهم بياخدوا الناس المرة العاديين وياخدوه واحدة واحدة كده، يقول له انت كذا، انت عاجبك، طب ايه رأيك، وقول له يعني ايه انتخابات مبكرة، وقول له ده من حقنا، بتلاقي الناس على طول راحت موقعة واخبار حضرتك. فالفكرة انه الناس بس في رأي اخر يا دكتور علي يقول لك طب النهاردة اللي عاوز يغير ما يخش انتخابات مجلس الشعب القادمة ويعمل أغلبية، وطبقا للدستور الجديد رئيس الحكومة ورئيس الوزراء هم الحاكمين الفعليين للبلاد في ظل هذا الدستور الجديد، ومن ثم انتهت المشكلة. هو مشكلة يعني ده رأي مطروح بس هو رأي مغالط. ليه؟ لأنه إذا كنت أنا أنت عملت إعلان دستوري نسفت الدستور والقانون ولم تفي يا سيد مرسي بأي وعد قطعته على نفسك. أتحدى أي بني آدم يقول لي محمد مرسي خلال هذا العام وعد أي شيء وعمله. تمام؟ في سؤال جاي لك على فكرة على تويتر بيقول لك يعني بصراحة لماذا تحول الأسواني صديق الأمس إلى عدو اليوم للرئيس مرسي؟ لا أنا ما كنت صديق مرسي دي، بس أكمل النقطة طيب دي خلاص. وبالتالي مفيش وعد قطعته على نفسك خلاص وعملته، مفيش، ما حصلش إن الإخوان من أول حتى ترشيح رئيس ترشيح مرشح للرئاسة وعدوا بحاجة وعملوها. طيب اخد منهم ضمانات انتخابات على اي اساس وعلى الدستور على اي اساس؟ واخبار حضرتك اذا كنت انا ضد الدستور خش بقى وغير من جوه. ده كلام فضل ويقوله الحزب الوطني 30 سنة. انتوا ليه عاملين ده؟ وش ليه عاملين حركة كفاية؟ عايزين مبارك يمشي ليه؟ مش عاجبكم جمال مبارك؟ الكلام ده انا سمعته. خش الحزب الوطني وغير وعندنا ناس وحاجات زي الكلام ده. يعني ما اسالك سؤال في هذا في هذا السيناريو ما يصحش يتقال بعد الثوره. اما صديقتي بالسيد مرسي فانا لم اكن صديقا للسيد مرسي. انا اول مره شفت محمد مرسي لما اعلنوا عن الحريه والعداله عن الحزب، وطلعت مع صديقي الاعلامي يوسف فوده وعملنا مناظره انا يعني باعتباري ممثلا للافكار المدنيه وهو للاخوان المسلمين. جات الانتخابات للأسف الشديد وقعنا في هذا الاختيار البائس بين النظام القديم وبين الإخوان المسلمين. أنا من الذين قطعوا الانتخابات ومقالتي منشورة في المصري اليوم يوم 4 يونيو العام الماضي اسمها قبل أن تدلي بصوتك في الإعادة، وبالتالي أنا قطعت الانتخابات. بس أنا بحترم عصير الليمون، لست منهم، لأنه ده كان اجتهادهم وحصلت بيننا مناقشة. أنا قلت نقاطع، هم قالوا المقاطعة غير شاملة، هجيب النظام القديم. تمام؟ جه محمد مرسي بقى رئيس جمهوريه، دعاني مرتين مع قوى ثوريه واسماء. انا رحت ليا صوره وانا بكلمه وانا بسلم عليه، اول مره شفته بقى الرئيس واحنا بنضحك كده وبتاع. انا رحت بنيه وطنيه خالصه زي ما قلت لك، انا ده رئيس منتخب ومدني، وصحيح انا ضد الاخوان المسلمين، بس يا ريت نقدر ان احنا نساعده عشان ينهض بالبلد. واظن ان ده كان الواجب الوطني على اي حد. ويوم ما ندهلنا وكنا من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، محمد مرسي تاني يوم وصوله للحكم قعدنا نتكلم قبل ما نقابله، كان من اول اقصى اليسار لاقصى اليمين كان كل الناس عندها هذه الروح. واخد بال حضرتك؟ الحقيقه انه سرعان ما تبين ان محمد مرسي ليس رئيسا لمصر ولا اي حاجه، ده مندوب الاخوان المسلمين في منصب الرئاسه، فما فيش لا كان صداقه ولا اي دم وكذا بالظبط يعني. طيب بتشوف السيناريو بقى القادم، يعني انت ترى انه يجب اتمام انتخابات رئاسية مبكرة، طيب بترى مين بقى الذي يصلح لرئاسة مصر اذا ما تم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟ يعني شايف مين بقى؟ ما انت بالتأكيد، ما هو دايما السؤال اللي بيطرح نفسه، انت النهاردة عاوز تغيير، قبل الثورة ما كانش عندك يعني بدائل، الان بالتأكيد في يعني في ذهن اديب كبير زي دكتور علاء الاسواني في بدائل، من البدائل التي تقترحها ما بعد
اذا ما تمت انتخابات الرئاسيه. ما هو انت انا ممكن ابقى شايف شخصيه وحضرتك شايف شخصيه ثانيه. انا الفكره انه هذا الرئيس زي ما قلت لك فاقد الشرعيه واحتاج الى تجديد شرعيه. مين البديل اللي في ذهنك؟ تجديد الحقيقه يعني انا شايف انه يعني هل ترى يعني سيادتك معلش هجيب السؤال بسؤال، هل ترى على السيد مرسي علامات النبوغ والعبقريه؟ لا 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 انت مش فاهمني دكتور علاء. دكتور علاء انا عايز اعرف البديل. يعني مثلا النهارده هناك من يقول الدكتور محمد البلدي، هناك من يقول السيد حمدي. انا اعتقد عندما ننجح باذن الله تعالى في فرض اراده الشعب بانتخابات رئاسيه مبكره، يجب على المرشحين او الشخصيات المحسوبه على الثوره ان تتعلم من الخطا اللي حصل في الانتخابات الرئاسيه السابقه. لانه الحقيقه عشان كده بقول لك انا لست من عصير الليمون بس متفاهم موقفهم، ان لو احنا اللي اوقعنا في هذا الاختيار البائس بين النظام القديم وبين الاخوان المسلمين هو مرشحين الثوره اللي رفضوا ان هم في اول دوره انهم يتحدوا حول المرشح. وانا شاركت في وشاركت في هذه المحاولات ولم تجدي للاسف. وبالتالي انا ارى بقى ان هذه المره علينا ان احنا يعني من تقديرك انت من انا بقول لك جاي لك لابد يبقى في فريق رئاسي كامل واخد بال حضرتك هيخش، وده ليس بدعه في العالم. يعني في المعنى ايه؟ ان انت لو انتخبت مثلا حمدين او انتخبت البلدعي انت مش بتنتخب بلدعي بس، انت بتمتخن الدكتور البلدعي رئيس الجمهوريه وحمدين صباح رئيس للوزراء وممكن واخد بال حضرتك ودكتور محمد غنيم وزير التعليم والدكتور محمد الغار وزير البحث العلمي وفلان واخد بالك، ودي يقولوا عليها تيكت يعني تذكره واخد بالك. ده الحل الوحيد. اذا دخلنا تاني في اللي هي المؤسسه قصدك فكره مؤسسه الرئاسه فكره الثوره لم تحكم واخد بال حضرتك. الثوره غيرت النظام، شالت مبارك بدم كتير بالاف الشهداء عشان يجي ناس تانية كانوا اصدقاء مبارك يحكموا وسواء المجلس العسكري او الاخوان المسلمين. عشان الثورة تحكم لازم تعمل هذه التذكرة، تعمل هذا التشكيل. فانا كمواطن وانا نازل نفترض ان انا مانيش من مؤيدي البلد، بس انا كمواطن يعني انا شخصيا من مؤيدي الدكتور البلد، نفترض انه وانا عارف ان انا لما بنتخب الدكتور البلدعي رئيسا، لا ده انا بنتخب حمدين اللي هو العداله الاجتماعيه وبنتخب خالد علي وزير اللقاء العامله وبنتخب الدكتور غنيم ده الحل الوحيد. دكتور علاء انا بهنيك فعلا على كل انجازاتك الادبيه. ربنا يخليك. وبنفخر جدا لما بنسافر بره وبنشوف قد ايه لك يعني مكانتك الادبيه في العالم. أشكرك. ونتمنى لك دائما المزيد والمزيد والمزيد من النجاح في مجالك. يعني بجد الحقيقه احنا سعداء جدا. انا اللي بسعد كل مره يعني بلتقي بحضرتك وبحترمك وبحترم برنامجك جدا واشكرك جدا. اشكرك جدا شرفتنا وانا سعيد جدا بهذا اللقاء. بعد الفاصل يعني ايضا يعني اراء اخرى حول القرار الصادر من المحكمه الدستوريه باحقيه الضباط والجيش والشرطه في التصويت في الانتخابات القادمه، ويعني ضيوفنا في هذا اللقاء طبعا الاستاذ الدكتور جمال جبريل عضو اللجنه القانونيه التشريعيه مجلس الشورى، والاستاذ الدكتور جابر جاد نصار الفقيه الدستوري الكبير. يليها فقرتنا الاخيره وانك لعلى خلق عظيم مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ارجوكم تابعونا.